هذا حندزوه، حندزوه لهم اليوم. نري هيرش زي ما تشوفوا في الميه. بالنسبه للميه هذه نحن نانو منها لنا قريب تو ما يقارب 6 سنوات او 7 سنوات، يعني من كثر تكدس الميه ما تنشفش، يعني حتى لما يجيك الصيف يكثر عليك الناموس والبعوض ويركب والخطرش والبنا الكريه طبعا، وحي سكني كله هذا يعني، ومش معقول يعني بلديه ساكته على شيء زي هيك لفوق من 6 سنوات. يعني وكان يجوا هم بروحهم تشوفهم، مش داعي ان اي واحد يحكي على الميه قاعده واقفه كل شيء، يعني صورة أوضح من الصوت. هذا اللي نبي نوصله للمسؤول اللي قاعد، مهما حكينا مهما درنا ونحن عارفين أصلا مش حيدير شيء، لكن ربما الناس الأخرى اللي قاعدة بالك ها تنصح، ينصحوا المسؤولين، يصحوا أي حد يعني في الأخير بكل يجي يتدخل الموضوع هذا، لأنه تعزم بكل يعني صراحة. يعني قدم علينا فصل الصيف. كيف ما تعرف ان فصل الصيف شدة الحرارة، تفاعل المية مع رائحة كريهة، فالكلام هذا متضررين منه والله. عندنا اطفال صغار نخافوا عليهم الامراض، والبلدان والدول العالم كلهم قاعدين شنو يعقموا في بلادهم ويطهروا في بلادهم عن انتشار الامراض، ونحن بلادنا تمت مستنقعات وتمت، ف ما عنديش ما نقول الا شنو، الا نبو المسؤول بس يجي اللي نحن رشحناه واللي نحن ننظروا لانه ولي امر يعني.